اهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة وكل اصحابي؟ يلا بينا نبدأ التحدي. دلوقتي عندنا اربع طعام مش عارفة ايه هما بقى. يلا هنبدأ بقى. يلا نبدأ. طعم المانجا. برافو. يلا ردي الطعم التاني. يلا اسالك اول واحده هتقولي لي دي ايه. يلا نبتدي باول طعم. يا جمل. طعم المانجا. طيب الطعم التاني. طعم ايه؟ طيب ده الطعم التاني. برافو عليك يا ودي. الطعم التالت. ايوه ده طعم ايه؟ برافو عليك يا رودي فعلا الطعم التالت فراولة. يلا الطعم الرابع. فعلا رودي جاوبت صح الاربع اطعمه. برافو عليك يا رودي. ايه رايكم؟ انا قلت دلوقتي صح في اربع طعام. اهوت الطعم اللي انا قلته، طعم المانجا قلته صح، وطعم الشوكولاته قلته صح، وطعم الفراوله قلته صح، وطعم الفانيليا. يلا بينا ناكل مع بعض. جميل. مندوق التاني. اكتر طعم جميل قوي. اعرفهم يا اصحابي لما انا فزت والفيديو الجميل ده. تابعوني كتير واشتركوا لايك وشاركوا وسبسكرايب وتشوف كل الفيديوهات. يلا نقول كده مع بعض بالانجليزي. اورنج. ده ايه ده بقى يا اصحاب؟ ايه ده؟
جدع. حاجة دول يا ماريكو دول بقى.